لك الدخان؟ ابو رباح ما بس يدينا معلش قلع راي واحنا مصطبين. ايش؟ زي ما سمعت. خفف لي خفف لي يلا على الشغل الحق. شو اليوم؟ خبز ولبن. تسلم على الايات. بدك تعمل علينا هيك انه انت ماخذ محله يعني بس سوي شو بدي انا بس يا حالك استحى دمك يا زلمه استحى دمك ودمه يا زلمه شو هذا عرفت والله يا زلمه مين معبره اصلا بس هيك بس بزيد حكي هوك بس بزيد حكي كل يوم هيك انت بتشوف انا والله مسخره يا زلمه تعال الليل في سهره صارت شو شباب مين هذول شباب صحابي اوادي وين راح سنتي يعني؟ لسه اشغال بس ارجع قول لي اذا جاي طيب الشباب أحلى. يا معلم شو معلم هلا هلا شو اهلا شو معلم انس شو اخبارك الله شو انس بتدخن لا لا اسمع جرب دخن جرب وتعيري لا لا عن جد عن جد خذ يا زلمه دخن دخن يا زلمه خذ يا زلمه خذ يا زلمه شو بيصير تنبسط دخن هذا اخوك بقول لك جرب خلص رد على يدي امسك لحسين يا زلمه شو تسوي عليك زلمه مين ايش انا عاديه يعني عاديه عاديه خذ حط عاديه يا زلمه كلنا ندخن يا عاديه انا قرب قرب اسحب 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 يا زلمه اسحب هاي عشان اول نفس تخفش مش رح تدمن حتى يعني اسحب اسحب شو هالقرف ها دخن يا زلمه عادي مرينا مرينا خلي الواحد ينبسط ايه اخو جايب بزاير لهون يا زلمه زلمه ما انت زلمه دخن زلمه لو مش زلمه بجيبوش معي دخن دخن يا زلمه دخن دخن يا زلمه شد حالك شد حبيبي معلم سامي شو صار امبارح؟ ايه صار؟ قتلوا دار عبد الله ودار منصور كان ايه 2/5 طوشي فاهم؟ معروف الشباب راح سلم ايه والله متى رحتوا؟ امبارح زلمة الصبحية ايه واللي مين هذا اللي قتل؟ قال لي دائما شو اسمه هذا؟ سعيد سعيد معروف كالعادة ايه هذا زلمة مجرم يا زلمة يصفوا بعض لا حول ولا قوة الا بالله يا زلمة اما بس شو بدك يعني؟ رغم الكورونا ورغم الحجه كلياته
ولا واحد ولا بيقطع فيه مش قطع ايش فيه بعرف امي كله مقتل ببعضه سمعتوا؟ ولا هذا من اول نفس صوتي مالك انا عادي يا زلمه الاول وين انيتك وين انيتك؟ استنى بنزل وين انيتك؟ اخبط يا كبير زي القص اشرب اشرب مالك قص على الحل انا بسحب وانت فوتكم بالجو يا زلمه فوتنا جو مش جو يا زلمه هذا انتهى هذا انتهى ان شاء الله صراحه بالقص هاي حلوة
قبل ما ولع في بروسي شغلي بتدور جاي بالي اسالها. كيف يا اخي مات ابو سامي؟ جد يا اخي كيف مات عندك اليوم؟ انقتل. ايه كيف؟ عصة نصب. شو يعني عصة نصب؟ شو الاشي؟ الله اعلم بس بقولوا مات قدام انس. لا شباب شباب معلم سمير انس خريفها. اسد اسد انس مشي مشي اه معلم انس. كيف شو شباب بيت سكتوا؟ يعني عن شو نحكي؟ ساكتين. طيب كوش ايش؟ قصه قديمه وانا حابب اعرفها. هي من زمان يعني بديش افتح انا باب قديمه بس بدي اعرفها. ممكن قتل صح؟ اه ايه شباب نصب. شباب القصه قديمه اهدى شوي اهدى شوي قصه نصب صح؟ ليش نصب اذا ما بعرفش منين بيجيبوا هالحكي؟ انا بقول لك انه الناس بتقول بتقول لي شو الناس بتقول؟ هاي ابواب قديمه تفتحهاش هون. خيي انا بقول لك الناس بتقول لي شو الناس تحكي؟ احنا جايين هون ننبسط. لا انا بقول لك انه الناس بتقول ابوك نصاب بس انت احكي لي شو الناس بتقول؟ بتقول ليش الناس بتقول؟ بقول لك ابوي مش نصاب. بقول لك الناس نصاب. بقول لك نصاب.